ومن الحديث عن الدوريات الأوروبية الكبرى أكيد تعالوا نروح مرة تانية لموضوع في غاية الأهمية. النهاردة يوم الأحد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول بقيادة كابتن حسام حسن هيعلن عن قائمة المنتخب النهائية للمعسكر واللي هينطلق يوم 12 مارس الجاري واللي هنخوض فيه دورة دولية ودية في الإمارات بمشاركة منتخبات نيوزيلندا كرواتيا وتونس كمان، وده هيكون طبعا خلال فترة التوقف الدولي. أكتر من نقطة الحقيقة محتاجين إن احنا نقف قصادها ونتكلم عنها، اولها اكيد التوقيت الخاص بالمعسكر وكمان اهميه اول معسكر للجهاز الفني الجديد بقياده كابتن حسام حسن. اولا التوقيت يعني ممكن نقول عليه ان هو رائع لان هو بعد اخفاق كاس الامم الافريقيه الاخيره بقى اقل من شهرين، واحنا اكيد محتاجين دلوقتي ان احنا يعني نشوف اول رده فعل لمنتخبنا الوطني الاول بعد الحصول على يعني هذا او اللي حصل في الكوت ديفوار من اداء يعني كان غير موفق، نتائج كانت غير موفقة. خلونا نشوف ايه اللي هيحصل اكيد، خصوصا ان هو يعني زي ما بنقول بعد اقل من شهرين وهيكون كمان بعد كمان اقل من شهرين هيكون في اختبار افريقي مونديالي قصاد بوركينا فاسو وبعد كده غينيا بيساو في تصفيات المونديال، والفوز اكيد بالمباراتين دول ممكن نقول ان هو هيضمن لمصر وبنسبه كبيره جدا التواجد في نهائيات كاس العالم اللي جايه باذن الله 2026. ده غير كمان ان هو هيكون برضو ممكن نقول ان هو حافز كبير جدا بالنسبه للجهاز الفني عشان برضو يقفوا على ارضيه صلبه مع المنتخب الوطني الاول. طيب النقطه الثانيه ايه؟ اختيارات الجهاز الفني لمعسكر مارس. اكيد اكيد كلنا يعني عارفين ان الجهاز الفني حسم خلاص اختياراته للاعبين المحترفين اللي عندنا، استقر على ضم سبع اسامي من اللاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس. هم احمد حجازي لاعب اتحاد جده السعودي، محمود حسن تريزيجيه لاعب ترابزون سبورت تركي، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، مصطفى محمد كمان مهاجم نانت الفرنسي، عمر مرموش مهاجم انتراخت فرانكفورت الالماني، محمد شريف لاعب الخليج السعودي. اكيد كلهم لعيبه كبار، اكيد كلهم عندهم خبرات دوليه كبيره مع منتخب مصر. كمان بقى بالنسبه لموقف محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، نادي أرسنال الإنجليزي بعت خطاب جديد لاتحاد الكورة خلال الساعات اللي فاتت دي وبيتكلم عن يعني محمد صلاح وعن وضع محمد صلاح وبيطالبوا بإعفاء صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر. مصدر جوه اتحاد الكوره كشف ان اداره ليفربول اكدت خلاص خلال الخطاب ده ان محمد صلاح مش جاهز بنسبه 100% في الوقت الحالي عشان ينضم لمعسكر مصر، خصوصا طبعا ان هو شارك يمكن في عدد قليل من الدقائق خلال مباراه الفريق اللي فاتت دي اللي كانت قصاد سبارتا براغ التشيكي في بطوله الدوري الاوروبي بعد غياب طويل في الفتره اللي فاتت دي بسبب الاصابه. وكمان وعد مسؤولين ليفربول الانجليزي ان هم هيسمحوا لمحمد صلاح ان هو اكيد ينضم لمعسكر فرعنا في يونيو اللي جاي. اكيد مستني كمان دلوقتي مسؤولين اتحاد الكوره قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده حسام حسن بشان انضمام اللاعب لمعسكر الفراعنه من عدم انضمامه، وده اكيد يعني هنعرفه من خلال المؤتمر الصحفي النهارده. عايزه كمان برضو اتكلم سريعا في بعض الاسامي اللي ممكن برضو ان احنا نشوفها النهارده في قائمه المنتخب لاول مره، على راسهم طبعا مهاجم نادي بلديه المحله هداف الدوري لحد دلوقتي هو حسام اشرف واللي سجل 9 اهداف واللي طبعا ماشي بشكل كويس جدا جدا مع فريقه. حسام من مواليد 2001 لعب لنادي الزمالك كمان اكيد زي ما حضراتكم يعني متابعين وهو عنده امكانيات كبيره ان هو يكون مهاجم مميز جدا المرحله اللي جايه دي، ولو حصل وانضم للمنتخب فلازم ان هو ياخد اكيد فرصه على يعني محمل الجد لان هو كمان كابتن حسام حسن بيحب ان هو يدي الفرص للعيبه الشباب بشكل كبير جدا. اكيد ده كمان كلنا تابعناه وشفناه مع كابتن حسام حسن في الفترات الاخيره لما كان بيدرب الانديه، وسبق ان هو كمان طلع اكتر من لاعب من الانديه اللي دربها من اسامي ما كانتش بالنسبه لنا احنا معروفه، ما كانتش معروفه بالنسبه للجماهير. كمان من اللعيبه برضو اللي احنا وارد ان احنا نشوفهم لاول مره في معسكر المنتخب النهارده مصطفى زيكو لاعب زد واللي سجل 7 اهداف لحد دلوقتي، طبعا ماشي بشكل كويس جدا مع فريقه بشكل مميز جدا، عمره دلوقتي هو 26 سنة برضه هو يعتبر ممكن نقول عليه ان هو خامة مميزة جدا يقدر ان هو يكون اضافة للمنتخب ان شاء الله لو اخد الفرصة بشكل كويس. كمان نجم نادي انبي احمد امين اوفا واحد طبعا من اهم نجوم الدوري الممتاز لحد دلوقتي سجل 4 اهداف عنده برضه امكانيات كبيرة جدا وارد جدا ان احنا نشوفه في قائمة منتخب مصر. اللاعب الاخير برضه اللي ممكن نقول ان هو مرشح ان هو يكون موجود في القائمة محمد شكري ظهير ايسر نادي سيراميكا كليوباترا لعب قبل كده للنادي الاهلي
طبعا اكيد انتوا يعني شفتوه وتابعتوه الفتره اللي فاتت دي، لاعب كويس جدا ظهر بشكل ممتاز مع فريقه في الدوري في الموسم الحالي. يمكن دول ابرز واهم اللعيبه اللي ممكن ان احنا نشوفهم النهارده لاول مره في قائمه منتخب مصر مع الجهاز الفني الجديد، حارس النادي الاهلي برضه مصطفى شوبير، مهاجم البلديه حسام اشرف، ونجم سيراميكا كليوباترا محمد شكري، ومهاجم انبي احمد امين اوفا. كل اكيد التوفيق بالنسبه للجميع ان شاء الله في المعسكر القادم اللي هينطلق يوم 12. منتخبنا هيلعب وديه قصاد منتخب نيوزيلندا، هتكون يوم 22 مارس في الامارات، وهيواجه اللي هيفوز من المباراه دي مباراه تونس وكرواتيا.